السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال او الكراس الرياضيات منهج كي جي 2 الترم الثاني، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولازم يكون معانا كشكول واحنا بنذاكر الماس جورنال علشان نكتب فيه ونذاكر منه ونحل مع بعض. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومطلوب مننا كمان في lesson 74 او في الدرس رقم 74 ان احنا نتعلم الاد او الاديشن، نتعلم نعمل اد او نعمل عملية الجمع وزن 10 ما بين رقم 0 و 10 طبعا. فاحنا عايزين نعمل عملية جمع ما بين الارقام من 0 ل 10، ونعمل كمان subtract او عملية الطرح from 1 to 10 من رقم 1 حتى رقم 10. فتعالوا ناخد بعض الامثلة وازاي نعمل عملية الجمع والطرح ما بين 1 ل 10. فأول حاجة يا أصحابي، علشان نعرف نعمل جمع وطرح من 1 لـ10 لازم هنستخدم حاجة اسمها النمبر لاين. النمبر لاين أو خط الأعداد، وهنعمل زي ما احنا خدناه في الترم الأولاني النمبر لاين اللي هو بالشكل اللي قدامنا ده، وبيبقى خط موجود عليه الأعداد مترتبة ترتيب سليم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فكل نقطة موجودة على النمبر لاين هي بتمثل نمبر أو رقم من الأرقام من 1 لـ10 أو from 1 to 10. فاحنا هنا مثلا عايزين نعمل عملية جمع نوصل الـ 2 + A يا أصحابي، هتدينا نمبر 10. هنكون نمبر 10 ازاي؟ 2 + A دينا 10، فاحنا هنستخدم النمبر لاين زي ما قلنا. فعندنا هنا 1 2، طب رقم كام او هنزود كام على نمبر 2، هنجمع كام على نمبر 2 علشان نكون 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. شاطرين، تعالوا نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. ده في 8 المفروض نزودها على ال 2 دي علشان نقدر نوصل لنمبر 10. يبقى 2 + 8 بتدينا نمبر كام؟ تدينا كام يا اصحابي؟ ايكوال كام؟ ايكوال 10. يبقى هنا 8، المفروض هنا 8 عشان نقدر نوصل لنمبر 10. طب ال 7 المفروض ال 7 نقعد عليها كام علشان نوصل لنمبر 10 برضو اصحابي؟ شاطرين، المفروض نستخدم النمبر لاين عشان نعرف الفرق بين ال 7 وال 10 كام، وبالتالي نعرف ايه النمبر المفروض نجمعه على ال 7 علشان نقدر نوصل لنمبر 10. فتعالوا نشوف ال 7، اهي ال 7 اهي. طب تعالوا نعد بعد منها كام عشان نعرف نوصل ل 10، نوصل نعد نجمع عليها قد ايه؟ 1 2 3. يبقى الفرق بين ال 7 وال 10 3، يبقى المفروض نجمع على ال 7 كام يا اصحابي علشان نقدر نوصل لنمبر 10؟ شاطرين، هو نمبر 3. يبقى هنكتب 3 هنا اهوت، يبقى هيكون 7 + 3 بيكوال 10. طب هنا ال 8، المفروض نجمع عليها كام او نقعد عليها كام علشان نوصل لنمبر 10؟ هيجي ال 8 1 2. يبقى المفروض هنعمل 8 + 2 او 8 ونجمع عليها نمبر 2 علشان نقدر نوصل لنمبر 10. شاطرين، طب تعالوا نجرب كده عملية السبتراكشن او الطرح. هنستخدم برضو النمبر لاين زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنقول 10 - 3 هيدينا كام يا اصحابي؟ لو احنا طرحنا ال 10، لو شلنا من ال 10 3 هيدينا كام يا اصحابي؟ تعالوا نشوف، ادي 3، لو شطبنا على ال 3 دي كده اهوت، يبقى كده فاضل كام علشان نقدر نوصل لنمبر 10؟ 1 2
3 4 5 6 7. يبقى لما نشيل 3 من ال 10 هيبقى 7. يبقى المفروض ان ال 10 لما نشيل منها 3 هيتبقى هنا 7. شاطرين. يبقى كده احنا عرفنا الفرق، لما نشيل ال 3 من ال 10 هيبقى 7. طب ال 1 لو عايزين نعمل 10 minus 1 او نطرح 1 من ال 10 هيبقى كام يا اصحابي؟ تعالوا نشرب على ال 1 ده، شاطرين، ونشوف اللي هيتبقى كام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ده هيتبقى 9. يبقى لما نشيل ال 1 من ال 10 المفروض يتبقى 9. يبقى هنقول هنا 9. لما نشيل يبقى المفروض هنا هنقول 10 minus 1 هيتبقى 9. شاطرين. طب هنا ال 5 لو قلنا 10 minus 5 او هنطرح ال 5 من ال 10 عايزين نعرف هيتبقى كام يا اصحابي؟ نستخدم ال number line. تعالوا نشطب على ال 5 ونشوف، تعالوا نشطب 5 ونشوف هيتبقى قد ايه. ادينا شطبنا على ال 5. 1 2 3 4 5. ده هيبقى 5 كمان. يبقى 10 minus 5 هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيتبقى 5 تانية. يبقى هنكتب هنا 5، يبقى هنكتب هنا 5 برضو. طيب لو حبينا يا اصحابي نشوف عملية جمع تاني، نراجع على عملية الجمع تاني، احنا عايزين نعرف 4 plus كام، 4 plus كام او نجمع عليها كام علشان نوصل ل 10. نشوف النمبر لاين، ادي النمبر لاين، ادي الفور. يبقى هنجمع، هنعد بعد الفور علشان نعرف يتبقى كام على التن. ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى المفروض 4 plus 6 هيدينا 10. طب الناين نجمع عليها كام علشان نوصل لنمبر 10؟ تعال نشوف كده على النمبر لاين او على خط الاعداد. ادي الناين، يبقى هنجمع عليها 1 بس علشان نقدر نوصل لل 10، فهنكتب هنا 1 عشان نوصل لنمبر 10. طب لما نطرح بقى، مش هنجمع، هنطرح، هنعمل سبتراكت، هنشيل ال 6 من ال 10، عايزين نعرف هيتبقى معانا كام. يبقى هنقول 10 minus 6 او 10 ناقص 6، عايزين نعرف هيتبقى كام يا اصحابي. فتعالوا نشوف على النمبر لاين ونشطب على ال 6 خالص، نشيل الستكس من نمبر لاين، نشوف هيتبقى معانا كام. ادي 1 2 3 4. ده هيتبقى 4. يبقى المفروض 10 minus 6 equal 4. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نطرح ال 6 من ال 10 ونعرف يتبقى كام. وبكده احنا خلصنا lesson 74 او درس رقم 74، ونوصل لليسون 75 او الدرس رقم 75، وده اخر حاجة ناخدها النهاردة. فهو مطلوب مننا في ليسون 75 او الدرس رقم 75 ان احنا طبعا نحدد الارقام المفقودة او الميسنج نمبرز في السيكونس اب تو 30، او في التتابع الخاص بالارقام حتى رقم 30 او حتى رقم 30. فاحنا عايزين نتعلم حاجه زي كده. تعالوا نجيب السيكونس بتاع النمبرز فروم 1 تو 30 ونعرف نحدد الميسنج نمبرز زي ما اتعلمنا من شويه. فعندنا هنا ادي النمبرز فروم 1 تو 30، المفروض 1 بعد منها 2، شاطرين، 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال 10 11 12 13 14. طب اللي بعد ال 14 كام يا اصحابي؟ شاطرين، 15. بعد ال 15 16. قولوا بقى، قولوا ورايا، 17. مين يكمل؟ شاطرين، 18. بعد ال 18 مين الشطارة اللي هيقول؟ 19، شاطرين. بعد ال 19 20 زي ما هو مكتوب، وبعد ال 20 21. مين الشاطر اللي هيقول بعد ال 21 في كام يا اصحابي؟ 22، شاطرين.
بعد ال 22 في كام؟ شاطرين 23. بعد ال 23 24 كمان. مين بعد ال 24 مين موجود؟ مين هيقول معايا بعد ال 24 كام؟ شاطر 25. بعد ال 25 مين هيقول معايا؟ شاطرين 26. بعد ال 26 ها مين الشطارة اللي هيقول؟ 27 كمان. بعد ال 27 مين موجود بعد ال 27 يا أصحابي؟ 28. بعد ال 28 مين الشاطر اللي هيقول ناقص ايه؟ 29. بعد ال 29 30 أو رقم 30. فإحنا هنا عملنا identification أو عملنا identify لل missing numbers from 1 to 30 أو من 1 لحتى رقم 30. والمفروض إن ده حل المثال الموجود في الماس جورنال، لأن المفروض إن المسألة أو البروبلم الخاصة بليسون 75 في الماس جورنال أو في كراسة الرياضيات الخاص بالمدرسة هو بيقول لك إزاي تحدد الأرقام from 1 to 30 أو من رقم 1 حتى رقم 30. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل identification او تحديد لل missing numbers from 1 to 30. والمفروض كمان احنا في lesson 75 بنتعلم ازاي نعمل عملية الطرح اللي احنا عرفناها من شوية في ما بين بين الارقام من 1 to 10 او من 1 to 10. وتعالوا نقرأ lesson 75 اللي موجودة في الكتاب، وتعالوا نروح الكتاب نشوف البروبلم او المسألة الخاصة بليسون 75 ونشوف بتقول ايه. هنا بيقول لنا visualize يعني تصور، يعني تخيل. the problem يعني المشكلة المسألة. draw the story ارسم القصة. problem قصة المسألة below بالاسفل. انت هتعمل ايه؟ هتعمل draw، هترسم الستوري اللي انا اقولها لك دلوقتي below بالاسفل ده. بس قبل كده لازم تكون عندك visualize او تصور او تخيل للمشكلة دي او للمسألة دي. طب ايه الستوري دي بتقول ايه يا اصحابي؟ تعالوا نشوف كده. الستوري دي يا اصحابي بتقول ان المدرس بتاع الفصل هيقول لكم ان هو اخفى بعض الاعداد او بعض الارقام ما بين الأرقام من 1 to 30 أو from 1 to 30. المفروض إن أنتوا تشوفوا الأرقام الناقصة أو missing numbers وتبتدوا تحددوها وتعملوا guessing أو تخمين الأرقام دي كام. وزي ما قلت لكم ده في التتابع أو في sequence between 1 to 30 أو من 1 to 30. وإحنا خدنا المثال ده من شوية. فانتوا هنا يا اصحابي هتكتبوا الارقام from 1 to 30 او من 1 to 30 زي ما انتوا عارفينهم وحافظينهم كويس. وهتشوفوا مثلا لو في مجموعة ارقام كانت مفقودة بينهم الارقام دي هتكون كام، واعملوا حواليها دوائر كأنها كانت مفقودة وانتوا اوجدتوها لانكم حافظين الارقام كويس from 1 to 30 او من 1 to 30 وقدرتوا بشطرتكم ان انتوا تحددوها. فاحنا هنكتب from 1 to 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. كتبنا الارقام وشاطرين وحافظينها كويس. هنحدد بقى بعض الارقام كانت مفقودة واحنا قدرنا نعمل لها identify او نحددها بشطرتنا لاننا عارفين الارقام من 1 to 30. وبكده حلينا المثال الخاص بليسون 75 او درس رقم 75 في الماس جورنال. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو.
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.